أنا النهاردة في حي كرموز في الإسكندرية، تحديدا في منطقة راغب باشا، وده كان معقل سفاح كرموز أو السفاح الوسيم كما أطلق عليه، اللي هو سعد إسكندر اسمه الحقيقي. سعد إسكندر قصته بتحكي إن عام 1950 كان في سفاح هنا في منطقة حي راغب باشا في كرموز، استأهل سفاح كرموز أولى جرائمه كانت بقتل سيدة عجوز عندها 90 سنة، لكن في جارة شابة شافته وهو بيقتلها فحاول ان هو كمان يضربها ويقتلها عشان ما تبلغش عنه، لكن هي تم انقاذها وبلغت عنه انه اتهمته بقتل الست دي، لكن وقتها المحامي اللي هو اجاره عشان يدافع عنه عرف يستغل ثغرات في القضية وعدم وجود دليل اتهام ضده فعلا افرج عنه، اختفى بعد كده، لكن بعد سنتين رجع تاني يمارس نشاطه الإجرامي، وكان قتل تاجر قماش كان متجول استدرجه للشونة، وكان قال له ان انا عايز اشتري قماش واستدرجه في ارض الشونة وطعنه كذا طعنة واستولى على كل اللي معاه. بعد عبد الحميد اللي هو الخبير الامني كان نجل ساعتها والده، كان هو عبد الحميد اللي هو الضابط اللي اسقط او القى القبض على سفاح كرموز، حكى في تصريحات سابقه كواليس الاعداد لعمليه سقوط سعد اسكندر، وقال ان وقتها والده اللي هو الضابط حضر وارتدى جلباب صعيدي وكان بيجيد اللهجه الصعيديه، وكان معاه واحده سيده دي كانت طعم لسفاح كرموز بحيث ان هو عن طريقه تتم القبض عليه، وساعتها تقابل مع سفاح كرموز، واعتقد وقتها سعد اسكندر ان الضابط ده هو راجل سعيد عادي وما شكش فيه خالص ان هو ضابط، وتم القبض عليه وده سفاح كرموز، وتقدم 4 مرات للمحاكمه منهم حكمين صدر ضده بالاشغال المؤبده الى ان تم الحكم عليه في الاعدام يوم 25 فبراير سنه 1953، وقبل وهو في غرفه الاعدام اخر حاجه كان طلبها في اوضه الاعدام كوبايه شاي وسجاره، بعد كده ابتسم ابتسامه غير مفهومه وهو بيواجه المشنقه، ودي كانت نهايه سفاح بس الرعب في اهالي اسكندريه وعاد الاذهان لاهالي اسكندريه لعصابات ريه وسكينه اللي كانت سنه 1920، جاء بعدها سفاح كرموز 1950، يعيش اهالي اسكندريه فترتين من الرعب، فتره عصابه ريه وسكينه وفترة سفاح كرموز.